السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة إن شاء الله معانا لوحة كنترول خاصة بإنارة خطين ورا بعض، واحد يشتغل مدة زمنية معينة والتاني يشتغل مدة زمنية تانية. فيها فوتوسيل عبارة عن قطعتين. هنتعلم نعرف إزاي أعرف أختبرها واعرف اذا كانت شغاله ولا لا معايا من شويه اختبارات هنعملهم تابعنا، ويلا بينا نسمي ونتوكل على الله. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أول حاجة يا جماعة بس هنعرف الموضوع ماشي ازاي معانا، تمام؟ انا هنا الراجل بيجي يقول لي خلي بالك يا باشمهندس، انا عندي اللوحه بتاعت الاناره بتاعتي بتشتغل على المانيوال بس، انا عندي هنا مانيوال وعندي هنا بتشتغل على الاوتوماتيك. ايه بقى اللي بيشتغل معايا على المانيوال؟ بيشتغل معايا ستارت اول خط، تمام كده، وستوب، تمام، وهنا الستارت تاني خط والستوب بتاعه. لما اجي احول على الاوتوماتيك بتاعها، المفروض ان هي لما الشمعة بتاعت الفوتوسيل ديت تشوف ان الدنيا ظلمت تشغل لي اللوحه على الاوتوماتيك، يبقى سكه الاوتوماتيك بالنسبه لي فيها مشكله. هنا هبدا افتش فين المشكله، تمام. اول حاجه المفروض ان الاوتوماتيك معايا، الفوتوسيل معايا، عندي جزئين، جزء اللي هو الشمعة الخارجيه وبتبقى دي موجوده فوق على المبنى، والجزء الداخلي اللي هو بيبقى موجود في لوحه الكنترول. طيب عشان انا افكر في الموضوع ده، ممكن احيد الفوتوسيل دي تبقى طالعه بره معايا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لازم اشيك اجيبها هنا على اعلى حاجه من السيتنج بتاعها، هنا اجيب اللاكس دي اعلى حاجه، اللمبه الحمراء دي لما تنور معايا ده اثبات ليا ان الفوتوسيل دي شغاله كويس، تمام كده. يبقى انا عليت اللاكس اعلى حاجه، لان انا لما شفت انا هنا لما جيت غميها اشتغلت معايا عشان اللي معانا دي كويسه. طيب خلاص احنا كده عرفنا ده اول اختبار ليها باللاكس اللي انا هعليه على اخر حاجه معايا، تمام كده. طيب تاني حاجه بالنسبه لي ان يكون ان الجزء ده اصلا محروق. طب ده هيبقى محروق ازاي معايا؟ ان انا اخرج الباور بتاعها ده بره الموضوع، تمام، زي الطرفين اللي انا طلعتهم دولت كده كلها، لان طبعا احنا عارفين ان الجزء ده بيبقى واصل له A1 و2. طيب انا جيت هنا شلت الباور من عليها، تمام، هي كده خلاص بقت بالنسبه لي ديت خارج الخدمه. لما اقيس على ان وال بتاعها خلاص بقى ده بالنسبه لي خارج الخدمه. انا بقى عايز احيدها، احيد دي بره خالص واحيد الشمعه بره خالص، اجي اشوف اعمل بريدج على الطرفين بتوع احنا كده بالنسبه لنا بقى يا جماعه، عشان خاطر اعرف بقى الموضوع عندي فين. يبقى انا عرفت اول حاجه ازاي هطلع دي بره الموضوع بان انا اعلي اللاكس، اعرف ان دي تبقى هي اللي بايظه معايا لو اللاكس اللمبه الحمراء بتاعته نوره. رقم اتنين فصلت الباور عنها عشان اعرف هي شغاله معايا ولا لا، او بقست ايه واحد وايه اتنين. رقم ثلاثة بالنسبه لي عشان احدد عطل الفوتوسيل اعمل بريدج على الاوت بتاعها، تمام، الاوت بتاع اللي هم الطرفين الصفر اللي احنا شايفينهم دول داخلين ان ومخرجين لي هنا اوت بتاعها. انا عايز الموضوع تماما. فاحنا بقى يا جماعه دلوقتي عشان انا اخرجها بره الموضوع تماما، اجي على الاوت بتاعها وادوس عليه بالمنظر ده. طيب انا لما بدوس عليه اهوت زي ما احنا شايفين اللمبه بره بتنور، اللمبه الخضراء، تمام، بتنور معايا. يبقى كده خلاص تاكدت 100% ان الجزء ده هو اللي فيه المشكله، فبالتالي هبدا اغيره. يا رب اكون وصلت لكم معلومه ازاي نعرف نتشك على الفوتوسيل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.